سلام لكل متتبعي القناة. كيفاش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم في احسن الاحوال يا رب العالمين، وعواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله. الله يدخل علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وبالهنا وبالاطمئنان ان شاء الله للامه الاسلاميه كامله يا رب العالمين. والله ينصر الاسلام والمسلمين فيما كانوا يا ربي، والله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء باذن الله، باش نقدروا ان شاء الله نصليو صلاه التراويح ونقدروا ندوزوا رمضان كيف ما كنا كندوزوه قبل. بالنسبه اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا غادي ندير معكم الحلوه ديال الجنجلانيه اولا الحلوه المعسله ديال الزنجلان. كتجي بصراحه كتجي زوينه وكتجي لذيذه. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي ناخذوا، عندي هنا 500 غرام ديال الجنجلان حمرته شويه، ماشي بزاف، نحمر غير شويه حيت غادي يزيد مازال تقلى معنا في الحلوه ملي غادي نصوبوها. 500 غرام ديال الدقيق الابيض كيف كتشوفوا. عندنا القياس ديال الجنجلان هو القياس ديال الدقيق الابيض. هنا عندي جوج المعالق ديال الزبده، عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده كيف كتشوفوا، عندي هنايا معلقه ديال الخل، وهنا واحد القبيصه تاع الملح غير شويه ماشي بزاف على حسب الذوق اللي غادي نديرو ان شاء الله. وسمحوا لي نسيت ما قلتش لكم باللي غادي ندير حتى مزهر، كنديروا مزهر واحد نص كاس ديال المزهر، والباقي ديال العجين كنخلطوه مازال بميه دافيه. نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا هنايا انا غادي نخلط هاد الجنجلان مع هاد الدقيق اللي عندي. غادي نحركو هكا مزيان، غادي نزيد هاد السنيده اللي عندي مليحه حتى هي غادي نزيدها معاها. غادي نضيف الزبده، غادي ندير هاد الخل هذا اللي عندي صافي، ما غاديش نتسنى حتى غادي ندخل هاد الزبده هذه في هاد الدقيق اللي عندي وهاد الجنجلان. غادي ندير معاهم ميه وما زهر، صافي غادي نستمر على هاد الطريقه هادي. غادي نزيد الماء غير بشويه بشويه حتى غناخذ الماء اللي غادي يكفيني في هاد العجينه هادي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. وكيف كتشوفوا معايا هنا هذا هو القوام ديال العجينه من بعد ما شكلناها. كتكون شويه يعني كتلصق ماشي بزاف غير شويه، وهاد التلصيقه خاصها تبقى لنا ضروري باش ملي نجمعوها على حسب الديكور اللي بغينا نديروا ليها على حسب التشكيل اللي غادي نشكلوها تبقى لنا في الشكل ديالها، ما غاديش تهبط او ما غاديش تخسر لينا. صافي كيكون هذا هو الشكل صافي. ودابا ان شاء الله غادي ندوز معاكم باش غاديه نقرص هاد الحلوه هادي ديال المعسله، وغادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نصوبوها باذن الله. وهنا كيف كتشوفوا انا قسمت العجينه عندي على جوج، خليت هاد الكويره هادي ها هي بسطت على هاد البلاستيك هذا. هاد البلاستيك كنديروه كيعاوننا على اننا نهزوها ملي نقطعوها، واخا كيهرب غادي نحاول معاه بشويه بشويه باش غادي نسرح هاد العجينه مزيان. العجينه كيف قلت لكم ما كتكونش قاصحه، كتكون شويه مرخوفه، راه سهله في الصراحه بزاف، راه ماشي صعيبه هاد الحلوه هادي. بزاف الناس اللي كيشوفوها كيسحب ليهم واش فيها شي مكونات صعيبه اولا فيها خدمه ديالها تكون صعيبه، ولكن راه سهله بزاف. غادي ان شاء الله نزيد نمددها شويه غير باش ما نطولش عليكم الفيديو، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا ان شاء الله هنا غادي ندير معكم ثلاثه ديال الاشكال، الشكل هذا الدائري والشكل بالجراره، وغادي ندير معكم هذا الشكل حتى هو ان شاء الله. بالنسبه للسوق ديال العجين ما كنديروهاش غلاده بزاف، كتجي بحال هكا ما كنديروهاش رقيقه. هذه كيف كتشوفوا كنشدوها كنوركو عليها هنا في الوسط مزيان باش كتلصق، وكنحاولوا هكا
خليو لها الجنيبات شويه محلولين باش كنديرو فيها لويزه من هنا ولوزه من هنا. كيجي الشكل ديالها زوين كيف كتشوفوا، كيجي هذا هو الشكل ديالها. نعاودو خذاك الماك واحده اخرى. صافي وكنخليو هاد الجنيبات محلولين. هاد الشكل هذا اللي طويل كنحاولو نديرو ليه بحال هكا. زوين وكنديروا فيه حتى هو لويزه من هنا من الوسط. فاش كطيب لينا كنديروا هنا واحد اللوزه كيجي الشكل ديالو حتى هو هكا زوين. الطريقه هادو. وبالنسبه لهادي ديال الجراره البليغه المعروفه اللي كنديروها اللي متناوله عند الناس كاملين، كنحاولوا نقطعوها فواحد يعني متوازي بحال شكل المربع، يعني مربع مقاد باش كنقدروا نجمعوها من الجنيبات. صافي كنديروا على هذا الشكل هذا، كنشدوا هذا القنيت مع هذا كنوركوا عليهم هنا الوسط وكنخليوه على هذا الشكل هذا كتجي زوينه. اولا كنجمعوهم هكا من الفوق وكنخليهم عاود هنا باش نديروا اللوزات لداخل على حسب كل واحد شنو بغى يدير على حسب الشكل اللي بغيتو. وغادي نكمل ان شاء الله هذا الشيء اللي غادي اللي صوبت عندي هنا ديال العجينه غادي نكملها ان شاء الله وغادي نرجع معكم باذن الله. كيف كتشوفوا معايا هنا انا دزت المرحله تاعت العسل، انني العسل كيف كتشوفوا هو ثقيل. العسل هذا هو اللي كنت شاركت معكم في القناه، غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كيجي هاك عاقد مزيان باش كيبقى لينا في المعسلات زوين كيف كتشوفوا. غير هو في القناه راه ما جاش لهاد الختوريه كامل لانه كان باقي سخون، فاش وريته لكم كان باقي ما عقدش، يلا كنبرد غير شي شويه. دابا هذا راه بارد مزيان، دابا ان شاء الله غادي نسخنو شي شويه عاد باش غادي ندوز ان شاء الله باش نقلي هاد المعسلات اللي عندي، وديك الساعه ان شاء الله غادي نديرهم في العسل. وهنا كيكون هذا هو القوام ديال العسل من بعد ما سخنته كيف كتشوفوا ولا جاري ما بقاش عاقد بحال قبيله. صافي دابا ان شاء الله غادي نطفي عليه، وفي نفس الوقت انا كنسخن الزيت غادي ندوز ان شاء الله لمرحله القلي دابا ان شاء الله. وبالنسبه للمرحله ديال القلي انا جربت غير شويه العجينه شفتها بلي الزيت سخنات، الا ما عنديش هاد هكا العجينه ما شطتش ليا اولا ما بغيتش نجرب بالعجينه كتاخذوا هذا هكا واحد المعلقه ديال الخشب كديروها في الزيت كيف كتشوفوها هي الكشكوشه طالعه. كيف ما كتبان لكم هاد الكشكوشه طالعه كتعرفوا بلي الزيت راه سخنات مزيان، خاصنا ان شاء الله نبداو نقليو فيها كيف كتشوفوا. صافي غادي نلوحو هاد الحلوه ديالتنا هنا في الزيت، غادي ان شاء الله ندير هكا تقلى وغادي نرجع معكم باذن الله. وكيف كتشوفوا هنا انا نقصت العافيه خليت علينا الهيله دابا وكنحاول اني نقلبها مره مره هكا ما كنخليهاش بزاف باش ما تحرقش ليا لان الجنجلان بالزربه كيتحرق، هذا علاش خاصني نبقى نحركها شويه شويه باش كتاخذ ليا غير داك الحموريه اللي خاصاني تحمر غير شي شويه وكنحيدها. صافي كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديال هاد الحليوات اللي قلينا، كيف ما كنشوفوها خدات لينا هاد اللون هذا يعني لوين زوين ما غنقدر ما كنزيدوهاش مازال العافيه على هكا باش ما تحرقش لينا، حيت الجنجلان كيف كتعرفوا الا زاد في الطياب بزاف كيعطي واحد المذاق يعني مار ما كيجيش زوين. هذا علاش غادي نحيدوها دابا وغادي ندوزوها ان شاء الله باش نعسلوها غادي نديروها في العسل. وانا غادي نكمل الكميه ان شاء الله اللي عندي كامله وغادي نرجع باذن الله باش نكمل معكم الشكل النهائي. كيف كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الشكيلات اللي صوبنا ديال هاد الحلوه ديال الزنجلان.
كيف كتشوفوا هذا هو الشكل الاول. الصراحه كيجي الشكل ديالو زوين كيف كتشوفوا، كيجي بشحال شكل الوريضه. هذا الشكل الثاني ما درتش منه بزاف، درت منه غير شويه كيف كتشوفوا، حتى هو كيجي زوين. وهذه هي البليغه المعتمده عندنا، وشكيه اللي كيعرفوا ليها كلشي المغاربه. هذه الصراحه كتجي سهله بزاف، وهذه اللي محبوبه عند المغاربه كاملين وكتجي زوينه. انا بسط لكم بهاد الطرق هادو ثلاثه، يعني تقدروا تصوبوهم بهاد الطرق بثلاثه كيجيو زوينين. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، ورمضان مبارك كريم ان شاء الله يا ربي. الله يدخل علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه بالفرحه وبالسلامه وبالسلم ان شاء الله بين الامم وبين الناس كاملين يا ربي. الله يفرج على خوتنا المسلمين ان شاء الله في كل بقاع الارض، ونتمنى ان شاء الله انها كما قلت لكم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راها سهله وكتنفع في الصراحه في رمضان هكا للناس اللي كيبغيو الحلاوه مع شبان مع شباكيه هكا ومع الحريره. كيجي الشكل ديالها حتى هي مغاير وكيجي زوين. نخليكم ان شاء الله ملتقانا في فيديو اخر باذن الله مع شيوه جديده ووصفه جديده باذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم.